السيد الوزير والضيوف مغادرة. قائل هذا هو الاستماع للنشيد الوطني الجزائري. إن اختيار الصحافة الإلكترونية موضوعا للتكوين يعكس الاهتمام المعتبر الذي توليه الدولة للرقمنة وللإعلام البديل الذي أصبح ميزة العصر وحتمية يقوم عليها تسيير الشأن العام والخاص على حد سواء. فإنني أود أن أؤكد أننا نعول على المواقع الإلكترونية الجزائرية للقيام بدورها كاملا في المساهمة إلى جانب باقي وسائل الإعلام والاتصال في الدفاع عن مقومات ومؤسساتنا ومرافقة مسار الجزائر الجديدة والتصدي للادعاءات المغرضة التي تستهدف بلادنا.